صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يقول للآخر، من يقول للكافر الآخر ولا يصرح بأنه كافر؟ هذا مخالف لما جاء في القرآن من أن الله ذكر الكفار والمؤمنين والعصاة والمطيعين والمحسنين والمجرمين، فالله فرق بين عباده بأفعالهم وصفاتهم. الذي لا يميز المؤمن من الكافر هذا مكذب لله ولرسوله وللعقول، مقتضى العقول، فلا بد أن يقال للكافر كافر ويقال للمؤمن مؤمن، والناس تقسمون إلى مؤمن وكافر، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم.